ماذا ينتظر جنرالان البرهان والدقلو حتى يوقف الحرب؟ وهل يجوع كل السودانيين قبل ذلك؟ سؤال يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد أن أوصلت الحرب التي امتدت طيلة 14 شهرا الماضية السودانيين لمستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي. هذا بالفعل ما خلص إليه تقرير المرصد الدولي لمراقبة الجوع الذي حذر من خطر الجوع على أكثر من 26 مليون سوداني، كما حذر التقرير من أن خطر المجاعة يلوح في 14 منطقة، مما يؤثر على كل السكان والنازحين واللاجئين في دارفور الكبرى وكردفان الكبرى وولايات الجزيرة وبعض النقاط الساخرة في الخرطوم. تقرير يأتي في ظل تصاعد الصراع بشكل أكبر، بما في ذلك من خلال زيادة حشد الميليشيات المحلية، الأمر الذي يعرقل التنقل وتقديم المساعدات الإنسانية وسبل العيش. وبحسب هذه المعلومات التي دعمتها الأمم المتحدة، فقد تسببت الحرب في اختلال كبير في الخدمات الصحية وتلوث المياه وسوء الصرف الصحي وظروف النظافة. وعلى ضوء هذه التحذيرات الخطيرة، أشار خبراء في الأمم المتحدة إلى أن طرفي النزاع في السودان يستخدمان التجويع سلاحا في الحرب، كما سلط الخبراء الضوء على الحصار الذي تشهده الفاشر آخر مدينة في دارفور خارجة عن سيطرة قوات الدعم السريع، والذي ترك آلاف المدنيين عالقين ويعانون الجوع والعطش في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه. الحرب التي تدور رحاها في السودان أودت بحياة عشرات الآلاف ودفعت الملايين للنزوح، وتسببت بأحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. من لندن ينضم إلينا عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع عمران عبد الله حسن، ومن القاهرة ينضم إلينا رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عثمان مرغني. أهلا بكم ضيفي في المشهد الليلة، وسأبدأ معك سيد عمران. يعني ما الذي ينتظره الجنرالان لإيقاف هذه الحرب التي جوعت أكثر من نصف السودانيين؟ 25 مليون سوداني اليوم باتوا على حافة المجاعة ونقص الأمن الغذائي جراء هذه الحرب. بالبدء التحية لك ولضيفك ولكل مشاهديك. أولا لو ابتدأنا بالحرب سيد الفاضل، الحرب هي بدأها النظام السابق وبدأها بضرب قوات الدعم السريع، ومنذ الشهور الأولى قوات الدعم السريع كانت يعني يدها ممدودة لإيقاف هذه الحرب، وافقت على كل المبادرات ووقفت على كل الهدن، لكن للأسف الشديد من بدأ هذه الحرب هو من تماطل ورفض كل المبادرات الداعية لإيقاف هذه الحرب. ايضا فيما يختص بالمناطق ال14 التي ذكرت في السودان بانها مهدده بالمجاعه، هذه هي المناطق التي يعني سماها قائد الجيش او الجهه التي تسمي نفسها هي الحكومه منعت تماما ايصال المساعدات لهذه المناطق، لا سيما مناطق دارفور، مناطق كردفان، الجزيره، مناطق الخرطوم. والبرهان بتلك السياسه هو يستخدم سياسه الغذاء مقابل الولاء، رفضها تماما وقالها أمام الملأ أنه لا يسمح بإيصال المساعدات التي تأتي من كل الدول المانحة للمناطق سيطرة الدعم السريع، علما بأن المواطن. لكن هناك تقارير أممية اتهمت أيضا الدعم السريع سيد عمران بعرقلة وصول المساعدات لبعض المدن ومنها الفاشر أيضا، وبعرقلة خروج النازحين من تلك المدن. نعم هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نحن نرى كثير في بعض الأماكن يحاول أن يساوي ما بين المجرم والضحية، علما بأن الدعم السريع هو من بادر، ونحن كقيادة قوات الدعم السريع جاء على لسان قائد قوات الدعم السريع بأن هذه المناطق مهددة بالمجاعة، وقدم طلب للأمم المتحدة ولكل المنظمات الإنسانية بأن هذه المناطق تحتاج للمساعدة، وأبدأ استعداده في تيسير هذه ادخال هذه المساعدات، سواء كان عن طريق الثنائية ما بين الدول المانحة والدعم السريع، او اذا كان بمساعدة الدول المانحة والجيش والدعم السريع، فنحن لا نمانع في ذلك، وابدينا هذا منذ شهور، لكن للاسف الشديد الممانعة دائما كانت تاتي من قبل الجيش ومن معه من التنظيم الاسلامي الذي اشعل هذه الحرب. اذا سيد الفاضل، اي نتائج مترتبة على هذا نحن نحملها للطرف الذي اشعل هذه الحرب،
والذي نعم يمانع طيب في إيصال المساعدات للجهات المستحقة لها. اسمح لي أن أذهب إلى ضيفي أيضا سيد عثمان مرغني، يعني ما الذي ينتظره الجنرالان لوقف هذه الحرب التي أودت يعني بحياة الآلاف وأوصلت نصف سكان السودان إلى المجاعة ونقص الأمن الغذائي؟ نعم، يعني آثار الحرب الإنسانية عميقة جدا وأكثر كثير مما ترصده المؤسسات والمنظمات الأممية في اتجاه الجوع أو نقص الطعام ونقص الدواء ونقص المعينات الإنسانية التي يحتاجها، بل أكثر من ذلك كثير في عدة مناحي أخرى. لكن للأسف الشديد أوضاع الإنسان السوداني هي ليست جزء من حيثيات القرار الذي يمكن أن يوقف الحرب أو تستمر. بمعنى آخر أن الحرب تعتمد الآن على آليات ومعادلات ليس لها علاقة على الإطلاق بالإنسان، تعتمد على معادلات في الأرض، في المعارك العسكرية، الكر والفر، الفوز والفشل، لكن لها لا تعتمد على أوضاع الإنسان الذي من السهولة بمكان أن يخرج من معادلة هذه الحرب. يعني على رغم ضراوة الوضع الإنساني الذي يعيشه الإنسان السوداني الآن، لكن أحزن ما في هذا الوضع أنه من السهولة جدا يمكن إخراج الإنسان السوداني من معادلة هذه الحرب. يعني يمكن للمناطق الزراعية وما أكثرها في السودان أن تنتج ما يكفي لإطعام جميع أهل السودان، بل في أزمان سابقة عندما كانت تأتي بعض المجاعات أو نقص الغذاء في بعض مناطق السودان، كان برنامج الغذاء العالمي يعتمد على مناطق أخرى في السودان لتزويد تلك المناطق، بمعنى أنه يأخذ الغذاء من مناطق منتجة للغذاء في أنحاء السودان ليوصلها إلى مناطق أخرى دون أن يحتاج إلى غذاء من الخارج. الآن الحديث عن الإغاثات التي تأتي من الخارج إمكانية وصولها أو لا وصولها هو ليس الأزمة الحقيقية، الأزمة في أن الذي يزرع وينتج ويحصد هذا الغذاء غير قادر الآن على فعل ذلك، وبالضرورة هذا يعني مجمله من التمدد الدعم السريع في بعض الولايات التي تنتج الغذاء، على رأسها ولاية الجزيرة، هي ولاية تنتج الغذاء وتصدر للخارج. هذه الولاية الآن معدمة تماما، لا تستطيع إنتاج الغذاء، توقفت فيها العمليات الزراعية، سلبت أدوات الإنتاج من جرارات وغيرها وبذور، حتى البذور نفسها سلبت من مخازن مشروع الجزيرة، فأصبح هناك ما يشبه التعطيل أو تعمد تعطيل إمكانية إنتاج الغذاء داخل السودان بواسطة العمليات العسكرية التي يقوم بها الدعم السريع في مناطق منتجة للغذاء. طيب سيد عمران، يعني استمعت لكلام سيد عثمان ويقول أن المواطن السوداني ليس من معادلات قائد قوات الدعم السريع أو قائد الجيش، إنما التحركات العسكرية، الكر والفر والسيطرة على المناطق هي المعادلات الأساسية التي تتحكم اليوم بكل قراراتهم. ماذا ينتظر بعد؟ هل ينتظر أن يجوع كل السودانيين؟ أول حاجة أنا أتفق مع أستاذ عثمان مرغني في جزئية وأختلف معه في جزئية كبيرة. أتفق معه بأن المواطن السوداني ليس في معادلة الجيش، ليس في حسابات الذين يمانعون إيقاف هذه الحرب، وهم الجيش أيضا، هم الذين وأنا أتحدث معك اليوم صبيحة هذا اليوم أستاذ عثمان مرغني طلع بتسجيل صوتي أدان فيه الجيش وأدان فيه عدم قبول رفضهم لكل المبادرات التي توقف هذه الحرب، وقالها صراحة أن الجيش رفض الإيجاد، رفض فولكر، رفض كينيا ترأسها القمة الرباعية، رفض كل المحاولات التي تؤدي إلى إيقاف الحرب. إذن فمن باب أولى أن يوجه أصابع الاتهام إلى الجيش. نحن لا نقول أن تمدد الدعم السريع هو السبب في إيقاف العملية الموسم الزراعي، لكن الحرب هي السبب الأساسي في تعطيل الموسم الزراعي وليس تمدد الدعم السريع. ما دام هنالك حرب فلا يمكن أن تلوم على نتائجها، هذه إفرازات طبيعية للحرب، وحتى الجيش نفسه الآن اللي يقتل الأبرياء على أساس عنصري على أساس جهوي وهو بنفسه عطل هذا الموسم. إذا أردنا أن نشخص المشكلة نشخصها في الحرب نفسها، وإضافة لذلك حتى الإغاثات الإنسانية التي تأتي والمعونات الآن الجيش استخدمها في يبيعها في السوق ويستخدمها مؤن لمقاتليه للمستنفرين، ووجد هذا بالأدلة موجود في أسواق بورستان في أسواق الشرق، ووجد أيضا لدى المستنفرين يأخذونه كزاد بالنسبة لهم. إذن سيد الفاضل ليس من العدالة وليس من الإنصاف أن نساوي ما بين الجيش الذي يجوع الشعب السوداني والدعم السريع الذي هو الآن بيبذل قصارى جهده يوزع المؤن، طيب. يوزع الإغاثات،
دعني أستمع كل إلى تعليق المانحين السيد بأن عثمان يموتوا في إذا كل عاد هذه الشعب النقاط التي ذكرتها. سيد عثمان، أريد أن أستمع إلى تعليقك على بعض هذه النقاط التي ذكرها السيد عمران. لا، يعني من حيث المبدأ ما قاله الأستاذ عمران خطأ، أنا أعتقد، لأن الدعم السريع هو من أشعل هذه الحرب، وهو الذي يعني أطال عمر الحرب. هذه الحرب في بداياتها، لأنها حرب سياسية على أجندة سياسية، كانت في 5 كيلومتر مربع في وسط الخرطوم، لكن بعد ذلك تعمد الدعم السريع توسيع نطاق الحرب في داخل ولاية الخرطوم، ثم ولايات أخرى بعيدة جدا عن ولاية الخرطوم، ثم بعد ذلك رأسيا بدأ يدخل في بعض القطاعات التي مهمة جدا وحيوية للدولة السودانية لتعطيل هذه القطاعات، يعني قطاعات مهمة جدا، قطاع الاتصالات وبعض القطاعات التي يعتمد عليها حتى المواطن العادي في حياته العادية، يعني استطاع إيقاف لفترة طويلة إيقاف هذه الوسائط. هذا العمل أنا في اعتقادي يمكن أن إذا أردنا أن نكون منصفين، من أشعل الحرب ومن حافظ على هذه الحرب هو الدعم السريع حتى هذه اللحظة التي أحدث فيها، وأنا محتار جدا. يعني هو إذا يقول نظرنا أن الدعم هذه العمليات السريع يعني قبلت كل المفاوضات السابقة التي كانت يعني تدعو لوقف إطلاق النار، لكن الجيش هو من كان يرفض ذلك. لا، يعني هناك نقطة مهمة جدا، هناك اتفاق تم التوقيع عليه بين الجيش وبين الدعم السريع في شهر مايو الماضي، شهر مايو 2023، وكان بمقتضى هذا الاتفاق ممكن خروج قوات الدعم، يجب أن تخرج قوات الدعم السريع من بيوت المواطنين والمقار العامة، كان ذلك سيزيح شبح الحرب من السودان، لكن هذا الأمر لم يلتزم به الدعم السريع، وأصبحت هذه المفاوضات كأنما في النهاية مفاوضات دائرية لا تنتج حلول، طالما أن ما يصل إليه أطراف ويوقع عمليا في الاوراق والاتفاقات لا ينفذ على الارض، فاذا تظل مسؤوليه استمرار هذه الحرب على الدعم السريع، واذا اراد الدعم السريع الان ايقاف هذه الحرب اليوم بقرار واحد يمكن ان يوقف هذه الحرب في ما جميع هو انحاء هذا السودان. القرار؟ القرار اولا ايقاف هذه الحرب في كل مناطق السودان، لانها لن تجدي ومهما استمرت من مده لن تحقق اي اهداف سياسيه، واضح تماما من الطريقه التي ادار بها الدعم السريع انه كلما دخل مدينه او ولايه هرب منها المواطن. إذا ما جدوى الاستمرار في الحرب، يجب أولا إيقاف الحرب، ثم بعد ذلك البحث في تسوية طيب، سلمية سياسية بما يمكن أنه بعد ذلك أن نعم تحقق سلام دائم. بما أنه باقي معي دقيقة واحدة، سأعود إليك سيد عمران لأستمع إلى تعليقك على ما أشار إليه الآن، أن القرار بيد الدعم السريع لإيقاف هذه الحرب. أول حاجة قبل التعليق على قرار أو ما تفضل به أستاذ عثمان مرغني، طبعا انا لا اخفي، اولا حتى عثمان مرغني لا يخفي ميوله لنظام الحركه الاسلاميه، والشعب السوداني يعلم ذلك، وبالتالي هو الان يعني يزر الرماد في العيون بالدفاع المستميت عن هذا النظام رغم قناعته الشخصيه بان النظام هو من اشعل هذه الحرب. عثمان مرغني في يوم من الايام طرح نفسه كرئيس حزب، قبل اسبوعين طرح نفسه سيد كمقدم مبادره نعم، كمحرر الصحيفه يعني لايقاف انا هذه معي الحرب. دقيقه لو ندخل باجابه مباشره على نعم السؤال. نعم انا داخل، انا جاي في الاجابه حتى تتكون الفكره عندك حتى تاخذ المعلومه الحقيقيه. هو طرح مبادره مع غيره لايقاف هذه الحرب، لكن للاسف هو لم يلتزم الحياد، هو الان يقاتل ويدافع طيب، عن النظام الظالم اكثر يعني من انا النظام لست نفسه. بصدد الحديث عن كلامه السيد غير عثمان. صحيح، نعم كلامه غير صحيح، كونه يقول أو يلقي باللائم على قوات الدعم السريع هذا غير صحيح، هو متناقض في كتاباته في بدايه الحرب تختلف تماما. انا لدي ادله كثيره جدا من كتابات عثمان مرغني معي، حتى ارسلتها للكنترول روم لكن اعتذروا في من عرضها، هو يتناقض تماما مع يقوله من قبله واليوم. اذا سيدي الفاضل، الشعب السوداني يعلم تماما من اشعل الحرب هو الجيش، وكونه يقول ان ايقاف الحرب يكمن في خروج الدعم السريع من مناطق سيطرته هذا لا يستقيم عقلا طيب ولا منطقا. سريعا، هل من الان الجيش مفاوضات، ايضا هل في الجيش يا سيدي هل الفاضل هناك أي استاذ، أمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في السودان؟ سريعا إذا سمحت. هذا الامر متروك للجيش نفسه وسياسيه مثل عثمان مرغني الذين يفكرون له. نحن كقوات دعم السريع من اليوم الاول ابدينا استعدادنا لايقاف هذه الحرب، ونحن لم نبداها، وموقفنا هو الدفاع عن النفس. اذا استاذ مالك، لا يمكن ان تقول لي اخرج من منازل الناس او اخرج ولم تقف الحرب، كيف انا لم يوجد في منازل انسان، انا لم اوجد في موقع حتى تطالبني ان اسلم المناطق العسكريه التي استوليت عليها بالقوه، كل المحاور التي استولينا عليها بالقوه هي مواقع عسكريه، كيف بك تطلب من الخروج من هذه المناطق
دون الجلوس للتفاوض. إذا هذا الإنسان الذي يطالب بمثل هذه المطالبات ليس لديه الاستعداد وليس لديه الرغبة في إيقاف هذه الحرب، بل هو يتاجر بالزمن حتى لديه أجندة يريد تحقيقها من إطار عملية الحرب. اتضحت الفكرة سيد عمران، شكرا لك. من لندن عضو المكتب الاستشاري لقيادة قوات الدعم السريع السيد عمران عبد الله حسن، وكذلك الشكر موصول من القاهرة إلى رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية السيد عثمان مرغني.